السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، هذا مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم فاتيز هوم. اليوم بديتكم معايا ندير واحد الجوله في اكسيون باش نتعرفوا على الجديد، خاصة وأن أكسيون معروف بأنه الحاجة اللي تلقيها اليوم ما تلقيهاش غدا، يعني عندهم واحد الإقبال كبير على المنتوجات ديالهم وعلى السلعة ديالهم. علاش؟ لأنها حاجة زوينة والأثمنة رخيصة في متناول الجميع. هذا الفيديو هذا غينا الإعجاب ديال محبات أو عاشقات الأواني المنزلية وتغيير الديكور، فنتمنى إن شاء الله الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. نتمنى أنكم تتبعوا الفيديو حتى الأخير. إلى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الرائعة. فرجة ممتعة. خليك لي يا غالي ونطير معك إلى هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح. خليك لي يا غالي ونطير معك إلى هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح. وأنا وأنا وبالعنفان وعشاني في الرسالة، كيف تفكروا لحنا
عشيري هذا معايا في وقت الشدة عدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تايب فيا ولا بطي خاف عليا وبلوم في وقت الشدة عدايا يستاهل كل الهدايا.